وهيقع فيها كل الذين لم يصنعوا إرادة الخروف. احنا وصلنا في دراستنا في سفر دانيال الإصحاح 11، وصلنا لآية 39، بس هناخد من أول آية 36 اللي قلنا فيها إن في واحد اسمه أنطيخوس أبيفانيوس ابتدى يحكم مملكة الشمال، وابتدى يتسلط على الأرض، ودخل أورشليم، وابتدى واحد من جنوده إن هو يصنع حاجات فيها كلها شر، لدرجة إنه دخلوا وأصعدوا خنزير على المذبح عشان يبينوا تسلطهم، وحطوا تمثال الإله جوبيتر داخل الهيكل عشان يحولوا الناس من عبادة ربنا إلى عبادة الأوثان، وعشان يحولوا طريق ربنا المستقيم لطريق العالم اللي فيه كله خطية. وعشان كده هنقرأ من أول آية 36 كده، بيقولوا ويفعل الملك إرادته، يعني مش بيفعل إرادة ربنا، لا ده بيفعل إيه؟ إرادته، وكانت إرادته في الشهر. ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة. إله الآلهة دي يعني اللي هو إلوهيم، اللي هو الله اللي بيعبده اليهود. وينجح إلى إتمام الغضب، يعني هيفضل الكلام ده يفضل يحصل إلى إتمام الغضب، لأن ربنا إدى وقت معين إن تحصل فيه كل هذه الآلام عشان بعد كده يخلص شعبه، لأن المقضي به هو يجري. يعني ما فيش حاجة هتحصل من غير اللي ربنا إيه محددها بالزمان وبالوقت. وقلنا إن الكلام ده زي ما هو بينطبق على أنطيخوس أبيفانيوس في بعض الحاجات، إلا إنه بينطبق أكثر على الزمان الأخير اللي هيجي فيه إنسان الهلاك، وهيقعد في هيكل الله ويظهر نفسه كإله، لكن الكلام ده ما عملوش أنطيخوس أبيفانيوس. وابتدى يتعدى على كل الآلهة، ويبتدي يظهر بآيات وعجائب يضل بها ولو أمكن المختارون أيضا. عشان كده بيقول هينجح إلى إتمام الغضب، لأن المقد به جزء. ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء. كانت في آلهة تعبدها النساء أو تحبها النساء، بس هنا المعنى إن هو مش طبيعي زي البشر، الرجل يشتاق إلى أنثى والأنثى تشتاق إلى رجل، لكن هو لا يبالي بشهوة النساء، يعني ممكن يكون من الشواذ جنسيا. وعشان كده هنا تخلوا بالكم، واللي عنده الفهم يقدر يعرف انتشار الأعلام اللي هي وتحمس الناس، لدرجة ان ممكن لو واحد قال في بلاد أوروبية معينة، لو قال انت ولد او انت بنت ممكن يتحاكم. ليه؟ لانه المفروض يصيب للطفل اختيار النوع. ومن هنا ابتدت البذرة بتاعت الشر اللي هيوضحها بعد كده إنسان الهلاك، اللي هو هيبقى بيعمل أعمال فيها شر عظيم عشان يغضب ربنا. وده اللي بيتقال عنه في سفر رؤيا، تكون روحيا سدوم. سدوم اللي هي إيه؟ سبب خطية سدوم اللي هي إيه؟ الخطية اللي فيها شذوذ، اللي بسببها جه غضب الله على أبناء المعصية إلى إتمام الغضب. ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء وبكل إله لا يبالي. يبقى هو ما بيعبدش غير إيه؟ هو نفسه أهم حاجة، لأنه يتعظم على الكل، هيبتدي إن هو يشوف نفسه أعظم من كل الآلهة. ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس. يعني هيبتدي يكون متسلط بسبب غناه وبسبب الحصون. الحصون دي بتتملي من الأسلحة، هيبقى عنده من الأسلحة، زي ما بنسمع دلوقتي في ناس ابتدى يبقى عندها أسلحة كتير للدمار الشامل، يقولك ده ممكن يدمر العالم كله مش عارف بإيه. وهيبتدي يكون وجود الحصون دي اللي مليانة بالأسلحة كمان فيها غنى وفير، ولكن هذا الغنى الوفير مين بس اللي هينتفع بيه؟ يقول لك ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب من يعرفه
يزداد مجدا، يعني اللي يقرب منه يديله ايه من الحاجات الحلوة اللي معاه. ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأراضي أجرة، يعني حتى الأرض اللي هيحط إيده عليها هيقسمها، بس هيديها لمين؟ لأتباعه اللي هم قريبين ليه. طبعا الكلام ده ما انطبقش على أنطيخوس أبيفانيوس، ولكن هينطبق على إيه؟ النبي الكذاب أو الوحش اللي هيطلع من البحر. في سفر الرؤيا بيقول في نوعين وحشين هيطلعوا، الوحش الأول من البحر، والبحر معناه العالم، وهي الوحش الثاني هيجي من الأرض، ويجي من الأرض يعني يجي من الأماكن المقدسة اللي هيقعد في هيكل الله ويظهر نفسه كإيه؟ كإله. فالوحش اللي من البحر هيساعد الوحش اللي من الأرض عشان يعمل إيه؟ يسلطه ويملكه ويديله كل العظمة، ولدرجة هيصنع صورة للوحش ويخلي الناس تعمل إيه؟ تسجد لصورة الوحش. طب واللي ما يرضاش؟ عارفين اللي عمله نبوخذ نصر لما عمل التمثال الذهب؟ فهيبتدي يكون في الأوان في الزمان الأخير نفس اللي حصل في زمان اضطهاد القديسين. وعشان كده هيبقى اللي متمسك بالإيمان واللي حافظ على نفسه هو اللي هيقدر ينجو في هذا الزمان، لدرجة انها ممكن يدي علامة تصنع زي ما بيتقال كده في سفر الرؤيا، ما حدش يقدر لا يشتري ولا يبيع الا اللي ليه ايه؟ هذه العلامة. فهنا عشان كده من يعرفه يزيده مجدا، ويسلطهم على كثيرين ويقسم الاراضي. كلمة ويقسم الاراضي دي افتكروا اما جه الشيطان يجرب المسيح او يقول له ارام مالك المسكونة كلها، وقال له اعطيك هذه كلها ان ايه؟ يبقى معنى كده هو بيسجد لمين؟ للشيطان، وعشان كده بقى متسلط في هذه الأراضي كلها. ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأراضي، ففي وقت النهاية يحاربه ملك من الجنوب. يعني هيطلع ملك الجنوب دي اللي هي ايه؟ احنا قلنا فاكرين مملكة الجنوب كان فيها مين؟ اللي هي مصر. طب مملكة الشمال اللي هي سوريا، المملكة السلوقية، وهنا كانت البطالمة أو البطالس. فهنا هيطلع ملك من الجنوب، فيسور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو. يعني هتحصل حرب في الزمان الأخير، وده المتوقع أن تحصل حرب، بس هتخش فيها أرض مصر كمان، وزي ما سمعنا أنه هيجي من الشمال 200,000. ده أنا بربط لكم سفر الرؤية بإيه؟ بالنبوة الدانيالي. هيجي عدد كبير جدا من الجيوش، وهتحصل حرب عظيمة في المنطقة دي. وافتكروا الحتة اللي قال فيها أو اللي درسناها، اللي هي هيحط رجله على جبل الزيتون، فالجبل هيتقسم جزئين، وهيبقى فيه وادي كبير في النص هيكون ساحة للقضاء، وده اللي هيموت فيه كل الجنود. يعني المكان ده اللي هو هيبقى حوالين أورشليم. طب يقول لك كده، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب، ويتسلط عليه على كثيرين ويقسم الأراضي، ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، يثور عليه ملك الشمال. احنا دلوقتي أصبح الإيمان في كل العالم مركزه أرض مصر. يعني اغلب البلاد دلوقتي اللي ثبت ايمانها واللي اعلنت الحادها واللي ابتدت الكنائس اللي فيها حتى ممكن يعملوا اساقفة مثليين او اسقفة واسقفة مراتها، يعني حاجات. فبقت اصبحت بعض الحاجات اللي هي ايه بتشاور على ان الاحداث ابتدت تقترب للي اتكلم عنه في سفر الرؤيا. ركسة الخراب اللي قال عنها دانيال هتحصل في المكان المقدس، وهي هتبتدي تحصل في الأيام دي. عشان كده ما تستغربوش حرب الإبادة اللي حصل دلوقتي، يصرفوا مليارات الدولارات عشان يبيدوا شعب أو ينهوا على مدينة أو يتسلطوا على مملكة، وهو ده بداية ركسة الخراب اللي بيتكلم عنها. ويفعل فيسور عليه ملك الشمال، يعني هيبتدي بقى ملك الشمال يعمل ايه؟ حملة مضادة بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة،
بتسمعه حاملة طائرات مش عارف جت فين، حاملة طائرات تانية وتبع بلد ايه جت فين، وعمالين يتجمعوا. كل ده استعداد عشان هيبقى في هذه الحرب. طب اما يعمل كده ايه؟ يقول لك يدخل الاراضي ويجرف، يعني مش هيخلي حاجه في وشه، ويطمو يعني يقدر يطفو عليهم، ويدخل الى الارض البهيه اللي هي ارض ايه بقى؟ القدس. فيعثرون كثيرون وهؤلاء يفلتون من يده، ادوم ومؤاب ورؤساء بني عمون. يعني بعض الشعوب هتفلت من ايده ومش هتكون تحت هذه الحرب في الإبادة. ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، يعني حتى الكلام ده مش هيقدر يسيب أرض مصر اللي فيها الإيمان. خلوا بالكم ما بنقول إن المسيح جه لأرض مصر وإن الإيمان أصبح في مصر أكثر من كل العالم، أو المرجعية الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، ده عشان تعرف إن هيكون لمصر دور في الزمان الإيه؟ الأخير. وعشان كده ما يقولك الحرب هتكون روحياً في سدوم ومصر. سدوم اللي هي الناس اللي هيبقوا عايشين في الخطية زي إيه؟ زي أهل سدوم وعمورة، ومصر اللي هي هرب ليها المسيح وكانت مصدر أو مكان للإيمان. ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر. كنوز الذهب والفضة ممكن تبقى اللي هي الكنوز أو الثروات اللي موجودة في مصر، وممكن تكون الذهب والفضة لأن الفضة بترمز إلى كلمة الله، فممكن إن هم يدخلوا ويحرفوا في كلمة ربنا ويبتدوا يقاوموا الناس اللي هي معدنها زي الذهب، اللي هم زي القديسين اللي كان. عشان كده ما يقولك يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. تتحول الناس بدل ما كانت يسلبوا، بدل ما كانوا زي الذهب وحافظين الفضة، الفضة اللي بترمز لكلمة الله، تبص تلاقيهم ان هو يسيطر عليهم. واللوبيون اللي هم اهل ليبيا والكوشيون عند خطواته. هنا الحتة دي بقى ما تقالش في التاريخ ان انطيخوس ابيفانيوس حارب لأهل الحبشة ولا حارب اهل ليبيا، ولكن هنا ما بيقول كده، يبقى ده بيقصد الكلام ده هيحصل فين؟ في الزمان الاخير. وتخلوا بالكم ان اهل الحبشة هم الاقرب في ايمانهم، لدرجة ان كانوا تحت بطريركية الاقباط الارثوذكس لحد فترة قريبة جدا. طيب واهل الايمان اللي هم اللي كانوا في ليبيا، هتلاقوا برضو ليبيا من الخمس مدن الغربيه اللي بتتبع مصر في الايمان المسيحي الارثوذكسي. فهنا يمد يده على الاراضي وارض مصر لا تنجو، يتسلط على كنوز الذهب والفضه وعلى كل نفائس مصر، اللوبيون والكوشيون عند خطواته، وتفزعه اخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. هيبتدي يسمع بقى، عشان نربطها بسفر الرؤيا، ان في زيتونتان ومنارتان هيجوا وهيصنعوا حربا، ودول اللي كانوا في زمان نبوتهما كانوا بيأمروا ان النار تنزل من السماء. فهيبتدي يشوف ان في انبياء بتحاول ترد الناس للايمان المستقيم، فهيجي يعمل معهم ايه؟ حربا عظيما. ويحرم يعني هيكون في ايه؟ كلمة يحرم، اما كانوا يخشوا بلد يحرموها، يعني معنى كده ما يسيبوش فيها انسان حي. بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القديسين. فسطاطه دي اللي هي الخيمة اللي بتعد الخيمة الملكية بين البحور، اللي هو بين البحر الميت والبحر الأبيض، ويبلغ نهايته ولا معين له. يعني هيفضل يكمل ده لحد ما يقضى عليه في النهاية ومش هيكون ليه معين. كل الكلام ده على فكرة، احنا الأحداث عمالة تدور حوالينا والأيام بتفسر لينا ايه اللي بيحصل، لأن زي ما اتقال كده في سفر الرؤيا ان
اللي عارف اسم الوحش اللي هيطلع ده هو 666. أما يبقى باليونانية فهو الناس قعدت تحسب بعض الأسماء، فلقوا واحد زي دقلديانوس مجموع اسمه يساوي 666، يعني كل رقم يدوله وزن. يعني مثلا أبجد هوس حطي كلام، دي اللي هي اللي بتاع يحطوا للألف واحد، للب يحطوا كده كل إيه رقم قدامه وزن. في اللغة اليونانية بقى الأرقام عبارة عن حروف بس يحطوا عليها شرط، وبرضو القبطي نفس الحكاية. يعني مثلا ما يقولوا 100 صناف تبصوا تلاقوا يكتبوا حرفين من القبطي ويحطوا عليهم شرط. يبقى معنى كده ان هتبتدي اللي عنده الفهم وعنده المعرفة هيبتدي اما يظهر الوحش ده هيقدر ان هو يحسب هذه الارقام ويقدر يعرف. ناخد اصحاح 12. وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك. يعني النهاردة هيبتدي يعاون الناس مين؟ الملاك الجليل ميخائيل. ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. نفس الكلام سمعناه إيه؟ في سفر الرؤيا. وتكون أزمنة ضيق، ويقول لك إيه؟ ما كانش فيه لا من قبل، وزي ما تقال برضو في إنجيل متى على فم رب المجد نفسه ان هتبقى ازمنه ضيق هتكون صعبه جدا ما جاش زيها من ساعه ما خلقت الارض. وفي ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. يعني في واحد اسمه كتب في السفر. على فكره اثناء المعموديه احنا بنصلي الصلاه دي بنقول له اكتب اسمه مع شعبك وخائفيك عشان يبقى في سفر الايه الحياه. في واحد بيحافظ على اسمه في سفر الحياة، وعشان كده هيجي المسيح فيقول لك ولن أمحو اسمه من سفر الايه الحياة. كلمة سفر الحياة دي اللي نبهنا ليها من زمان موسى النبي. امتى؟ اما ابتدى شعبه يخطئ الى الله لدرجة ان ربنا قال له خلاص سيب الشعب ده انا ههلكه وهخليك على شعب تاني. قال له لا، يا إما تخليهم يا إما امحوا اسمي من كتابك الذي كتبت. يبقى هنا أصبح كل واحد مكتوب اسمه في سفر الحياة، ولكن أنت بإرادتك يا إما تحافظ على اسمك مكتوب يا إما ممكن اسمك يشطب من سفر الحياة، يمحى اسمك من سفر الحياة، لأن الله هيعطي كل واحد بحسب إيه بقى؟ أعماله. يبقى النهاردة هيكون موجود الملاك لنجدتك وهينجي شعبك، هينجي الشعب المتمسك بيه. طب اللي مش مكتوب اسمه لا، ده هيبتدي يعاني من هذا التعب. وكثيرون من الراقدين، يبقى هنا بقى بيتكلم في ايه بقى؟ قيامة الأموات اللي هم هيقوموا في تراب من تراب الأرض يستيقظون. يعني ايه بقى؟ يعني زي ما ربنا خلق الإنسان من عدم، أما يجي في اليوم الأخير هيرجع الناس من التراب اللي تحولوا ليه، يرجع يقول لهم إيه؟ ارجعوا مرة تانية تاخدوا نفس أجسادكم، بس هتبقى أجساد ممجدة نورانية هيتمجدوا بيها في الأبدية. طب والناس الأشرار هياخدوا أجساد بس مش هتتعفن ولا هتجوع ولا تعطش، ولكن هيعيش فيها الإنسان لعذاب أبدي. هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار والإصدراء الأبدي، المعاناة اللي مش ممكن يبقى في منها نجاة. نفس الكلام قاله ربنا يسوع المسيح في يوحنا 5، قال لنا تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوته فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. وعشان كده الفرصة اللي في ايدينا دلوقتي ان انا النهاردة لو اهملت حياتي ونسيت ان اسمي مكتوب في سفر الحياة وقللت في جهادي او كسلت في حياتي، ارجع افكر نفسي ان انا في ملاك مستعد يساعدني
وفي رب وإله ممكن ينجيني، وفي حياة أبدية بتنتظرني واسمي مكتوب فيها، يبقى أنا المفروض أعمل إيه؟ عارفين بولس الرسول يوصي تلميذه تيموثاوس يقول له امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. هو في ناس بتستهتر؟ آه يا ما ناس استهترت، راحوا يدعوا بعض الناس، واحد يقول لك أنا اعتذرت لأني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء، واحد يقول له تعال إلى عشاء، يقول له ما عادش أصلا أنا اشتريت حقل وعايز أروح أبص عليه، واحد تاني يقول ده أنا اشتريت 5 أزواج بقر وعايز أروح. ال5 أزواج بقر دول اللي هم ممكن يرمزوا إلى حواس الإنسان اللي اتجهت ناحية الحاجات الحيوانية أو البهومية، إن هو ابتدى يعيش الإنسان زي الحيوان، يأكل ويشرب ويتمتع ويتلذذ وناسي إن في ده هناك ديان عاد. وعشان كده في ناس انغمست في الشهوة، وناس انغمست في الملكية، وناس اتغمست في الخطية، لأن ممكن فعلا الزوجة الصالحة أو الفاضلة ترفع زوجها إلى فوق ناحية السماء، مش تخلص عليه تخلصه. يعني ايه؟ يعني تساعده على خلاص نفسه. طيب وهو مسؤول عن خلاص نفسها قبل اكلها وشربها. يبقى هنا يقول لك كده نعطي معينا نظيره، يبقى هنا الاعانه. طيب امال ايه اللي يحصل لو الواحد ما اتمش هذه الرساله الحلوه اللي ربنا اختاره ليها، او كان سبب في عسر او تعب لاهل بيته ومتعب للجيران واللي حواليه؟ يقول لا، انت النهارده طلعت الاسم ده ما ينفعش يتحط معانا. الاسماء دول ابناء الله اللي ممكن يعملوا سلام، اللي ممكن يعيشوا في وداعة. انت خدت صفات المسيح اما اتولدت منه من الماء والروح، اخدت صفات مين؟ المسيح. فاللي يشوفك يشوف وداعة المسيح، اللي يتعامل معاك يلاقي اللطف والمحبة والشفقة بتاعة المسيح. لكن لما يبقى الواحد قلبه قاسي ولسانه صعب ويقول لك معلش اصل انا عصبي، طب ايه اللي معلش في كده؟ عصبي هتبقى زي اللي بتشبهه. المسيح كان وديع متواضع، امال مين اللي كان عصبي وبيهلك الناس يبقى نخلي بالنا، لان كل واحد هيشبه مين؟ ابوه. اللي شبه المسيح هيبقى دخوله للسماء سهل. ليه؟ لأنه شبهه. طب واللي مش شبه المسيح لا يلحق بقى إيه؟ ينقي نفسه ما دام الوقت يدعى اليوم. طول ما ربنا مدلنا فرصة نشوف الحاجة اللي وحشة في إيدينا نطهرها، ونقول له يا رب من فضلك ادلنا أيام حلوة ومستقيمة نرضيك فيها، ويكون لينا نصيب للاشتراك في ولمتك السمائية. مش هنستعفى عشان لا اسم ولا ذنب ولا خطية، ولا هنستعفى عشان ملكية ولا شهوات أرضية، لا كل الحاجات دي لا. ما احنا عايزين ايه بقى؟ عايزين نجاهد في حياتنا باستقامة، عشان حتى بيقول لك كده لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا، عشان لما يجي لا نغزى منه. يعني في واحد لما يجي هيتكسف من المسيح، لدرجة في ناس هتقول للجبال اسقطي علينا والاكام غطينا، وفي ناس هتفرح لانها كانت بتشتهي هذه الساعة التي تنطلق فيها ناحية الأبدية. هؤلاء إلى العار والإصدراء الأبدي. كلمة العار والإصدراء الأبدي يعني هيبقى خجل وملوش نهاية، هيبقى معاناة وملهاش نهاية، وده طبعا الإنسان مش ممكن يتخيله. لأن الواحد بيتعب شوية بيقولك خلاص بكرة ارتاح، أما بيكون مريض شوية يقولك أو ما يتشال المرض هخف. لكن لو مفيش امل لنجاه ده الموضوع ده صعب جدا. بقى ساعات في ناس يقول لك ده انا من كتر الالم بتمنى الموت. لكن خلوا بالكم ان في ناس بتموت لترتاح، وزي ما هنسمع دلوقتي يدخلوا الى راحه ابديه، وفي ناس بموتها بيكون الموت الابدي اللي هو عذاب ابدي. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد. هتبتدي بقى في ناس هتاخد النور البهي اللي هي كان مخفى فيها وهي في الارض، هيبان النور ده. مش انا بيقول لكم انتوا ابناء النور؟ اما الكنيسه بتصحيكم الصبح تقول قوموا يا بني النور، طيب وبعدين؟
الآن نحن أبناء النور، إحنا اتولدنا وأخذنا سر الاستنارة. طب وما أخذنا سر الاستنارة، هل أنا بقى محافظ على النور ده نضيف كده ومصحصح، ولا طفيته بسبب أعمالي وأفكاري ومشاعري؟ الفاهمون يضيئون كالجلد. في ناس هتبقى فاهمة إن في خدع بيعملها عدو الخير عشان يفسد ذهننا عن البساطة اللي في المسيح. في شهوات أرضية بتحاول تجذبنا بعيد عن محبة ربنا. في محبة عالم عمالة تاخد من أفكارنا وتاخد من مشاعرنا وتاخد من وقتنا عشان تبقى كله في الآخر للأرض. وفي الآخر يقول لك أنت تراب وإلى التراب تعود. لا، في حاجات تانية عمال ربنا يبعتها لنا كده تصحصحنا. ويقول لك لا، ده انت النهارده اتولدت من الماء والروح، ده انت النهارده اسمك مكتوب في سفر الحياه، انت النهارده ليك مكان في السماء والملائكه حواليك، ترافقكم ملائكه النور. عارفين لما نيجي نسمي الكنيسه هنا نقول بيت الايه؟ الملائكه. بيت الملائكه، كل الملائكه اللي قاعدين عشان يسبحوا ربنا ويمجدوا اسمه ويفرحوا بوجود ربنا في وسطهم، لدرجه المسيح وعد بنفسه حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي انا اكون في وسطهم. يبقى وجود المسيح في وسطهم بيخليهم يفهموا ويخلي عقلهم مستنير، يضيئون كضياء الجلد. والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور. في ناس بقى كانت سبب خلاص لناس كثيرين. يعني تبص تلاقي ايه؟ واحد زي بولس الرسول يخش مدينه كامله، بعد كرازة سنة ولا حاجة تبص تلاقي أصبحت المدينة كلها بتؤمن بالمسيح وخلاص. طب اللي رد كثيرين إلى طريق ربنا ده، هل تفتكروا ربنا مش هيهتم بيه وهيديله أن هو يبقى عامل زي الكواكب إلى أبد الدهور؟ يبقى كل ما كان الواحد عايش في مخافة ربنا وابتدى كمان يكون ليه تأثير على اللي حواليه، أن هو يشوفوه منور فيبتدوا يمشوا. ويقول لك عارفين بولس الرسول يقول لهم ايه؟ كونوا متمثلين بي كما انا بمين؟ بالمسيح. كم واحد فينا يقدر يقول الحته دي، ان انا فعلا اللي يشوفني اكنه شاف المسيح؟ لا، ده احنا لسه فينا حاجات كتيره محتاجه ايه؟ تتوضب وتتصلح. الفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور. أما نسمع عن قديسين ردوا خطاة من شر الخطية اللي كانوا فيه، زي الأنبا موسى الأسود، وزي القديسين اللي هم بسبب حياتهم وطهارتهم ونقوتهم سبب جذب الكثيرين، يبقى هم دول اللي هم هيكون ليهم مكانة حلوة في ملكوت السماوات. على فكرة في خدمة حلوة جدا حاليا في العالم، وناس بتروح بلاد ما سمعتش عن المسيح، وإرساليات عمالة تروح، وعمالة في ناس بتقبل المسيح ببساطة وبتعيش حياة نقاوة، ولدرجة إن هم بيبقوا مستعدين يضحوا بحياتهم كلهم من أجل خدمة المسيح ومن أجل إن الناس تعرف طريق ربنا. حاليا في خدمات كتيرة جدا زي كده، ناس بتسعى بكل الطرق إن هي تعرف بقية العالم اسم ربنا وكلمة ربنا عشان ينالوا بسببهم، مش عشان هم يبقوا زي كواكب، ولا عشان محبتهم ان نفسهم ما فيش حد يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. أما أنت دانيال فاخفي الكلام واختم السفر. أما كانوا يكتبوا سفر كانوا يلفوا السفر، يلفوا الدرج بتاع السفر كده وبعدين يعملوا إيه؟ يختموه. قال له بس هتختم السفر ده ايه بقى؟ لوقت النهاية. يبقى الكلام ده بيتكلم على ايه؟ على مجيء المسيح الثاني. كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. احنا النهاردة ما بنقرأ وبنشوف على الاحداث اللي حصلت بنلاقي الكلام ايه؟ متوافق ولا غريب؟ ده نفس الكلام اللي بيحصل قدام عينينا. هو كمان لما جه كتب الكلام ده ما كانتش لسه الحروب والممالك دي حصلت، اللي هي بتاعت الشمال والجنوب والاربع ملوك بتوع مادي وفارس، ما كانش الكلام ده كله شافه دانيال. وعشان كده اما يقول لك كده قد سبقت وقلت لكم، قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان؟ فهنا ما يتصفحون تلاقي المعرفه تزداد.
أما إحنا بنربط الكلام ده بسفر الرؤيا اللي اتكتب في سنة 100 ميلادية مثلا، إحنا لاقيين الكلام إيه؟ هو هو، إزاي نفس الروح، إزاي نفس الكلام، إزاي نفس الفكر، إزاي نفس الحاجات اللي بيشاور عليها هي هي. عشان كده في ناس أما تقرب من كلمة ربنا يقولك هيزدادون إيه؟ فهم. فنظرت أنا دانيال وإذا بإثنين آخرين، هنا ختام الرؤية. إحنا قلنا دي الرؤية الكام؟ مبغششكم، دي الرؤية الكام؟ الرابعة، اللي هي أخذت إصحاح 10 و 11 و 12. فنظرت أنا دانيال وإذا بإثنين آخرين قد وقف واحد من هنا على شاطئ النهر اللي هو نهر دجلة، وآخر من هناك على شاطئ النهر من الناحية الثانية. يعني جم ملكين، هو كان بيتكلم عن ان ميخائيل رئيسكم، بعدين رأيته ايه؟ اثنين، اللي هما ايه؟ ملكين، واحد هيبقى ناحية النهر من الناحية دي، واحد من النهر الناحية الثانية. وقال للرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر، الى متى انتهاء العجائب؟ مين الرجل اللي لابس الكتان ده بقى؟ شخص ربنا يسوع المسيح اللي كان شافه في بداية الرؤية، وبيقول له إلى متى انتهاء العجائب؟ إمتى يا رب؟ عارفين التلاميذ لما جم يقولوا له متى يكون هذا وما هي علامة هذا؟ فابتدى هنا يقول لك، ابتدى يسأله طب إمتى الكلام ده هيكون كله؟ فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر. دايما مياه النهر بترمز الى النهر، بيرمز الى المؤمنين، والبحر بيرمز الى العالم. يقول لك كده عجيبه هي امواج البحر، بل عجيب هو الرب الساكن في العالي. او فمياه النهر بترمز دايما الى شعب الله اللي عايشين في تقواه. طب ولكن المياه البحر بترمز للناس اللي عايشين في البحر. خلوا بالكم ان وقف فوق مياه البحر امتى المسيح؟ اما كانت في امواج كتيره وهو جاي وصرخوا قعدوا، فوقف على البحر وخلى بطرس كمان ايه؟ يمشي على الماء. اذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي الى الابد انه الى زمان وزمانين ونصف زمان ونصف. فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. يعني إيه بقى؟ إحنا سمعنا زمان وزمانين ونصف زمان دي فين؟ في سفر الرؤية، وألف ومتين وسبعين اللي هم نفس الكلام، واثنين واربعين شهر. يبقى معنى كده إن الزمان ده محدد بالإيه؟ بالوقت والمعاد و باليوم والشهر والسنة. يعني هيبقى زمان محدود، لأن كده قال لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. طب هنا بيقول لك إيه؟ سمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر إذ رفع يمناه ويسراه ناحية السماء وحلف بالحي إلى الأبد إلى زمان وزمانين ونصف. فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. يعني هيبتدي بقى يتفرق الشعب المقدس اللي هو مين؟ شعب مين؟ زمان كان شعب اليهود، ولكن الآن المؤمنين باسم ربنا وإلهنا. وأنا سمعت وما فهمت، فقلت يا سيدي ما هي آخر هذه؟ خلوا بالكم إن في حاجات كلها ممكن في حاجات نفهمها وحاجات إيه؟ ما نفهمهاش. هنا دانيال ما كسفش إن هو يقول إيه؟ أنا ما فهمتش. فقال اذهب يا دانيال لان الكلمات مخفيه. عارفين اما جه المسيح يقول له ولكن الان قد اخفي عن عينيك، اما كان بيتكلم على اورشليم التي لم تعرف زمان افتقادها. لو علمت حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن قد اخفي عن عينيك لان الكلمات مخفيه ومختومه الى وقت النهايه. وتفتكروا في سفر الرؤيا اما جه ولقى سفر مختوم بسبع ختوم، وابتدى يفتح ختم ورا ايه؟ ورا ختم. لكن مين اللي كان يقدر ياخد السفر ويفتح ختومه؟ هو واحد بس، لان بيقول ده انا
بكيت لما لقيت ما فيش في السماء ولا في الأرض من يستحق مش بس إن هو يمسك الفكر السفر ويفك ختمه، إن هو ينظر إلى السفر. وعشان كده نخلي بالنا إن ممكن في حاجات كلها ما نعرفهاش، ولكن هذه كلها في قبضة مين؟ الله القدير. اذهب يا دانيال لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون. يبقى نتيجة التجارب والضيقات والمشاكل والاضطهادات اللي هتحصل، في ناس هتعمل ايه؟ هتتنقى وهتبيض. عارفين زي الذهب الذي يمحص بالنار؟ يقول لك وطوبى للرجل الذي يصبر في تجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الله الذين يحبونه. أما الأشرار فيفعلون شرا ولا يفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون هيفهمون. يعني هيبقى في ناس فاهمين وناس بعيد عنكم مش فاهمين. اللي فاهم خلاص هيبتدي يطهر نفسه وينقي نفسه، يقول لك هؤلاء اللاتين من الضيقة العظيمة وبيضوا ثيابهم فين؟ في دم الخروف. الناس اللي كانت فهمت كلمة ربنا وحطتها في قلبها وابتدت تمحص نفسها كل يوم وتفكر في نفسها كل يوم ازاي ارجع عن طريق الشر وامسك في ايد ربنا عشان يكون ليا في الاخر النصيب والاشتراك في الحياة الابدية. لكن في ناس اختارت طريق الشر واستسهلت عمل الخطية واستصعبت طريق البر، وبعدين قالت هو ممكن ربنا يدلنا، هو ممكن ربنا يعمل لنا، ابتدوا يفكروا بطريقة شر. دول مش فاهمين. عشان كده خلوا بالكم، أما واحد قاعد يبني لنفسه أملاك وبتاعه يقول لك لك يا نفسي خيرات كثيرة لأزمنة عديدة فكلي واشربي وافرحي، سمع الصوت قال له يا إيه؟ يبقى كان ده بيفهم؟ ما هو لو بيفهم ما كانش قال كده. لو كان بيفهم كان فهم ان انا مهتم بالاخرين، اما احب واعطي، اما مركز على نفسي هيكون لي مكان حلو في السماء. ومن وقت ازالة المحرقة الدائمة واقامة ركسة المخرب، ركسة الخراب التي قال عنها ايه؟ دانيال 1290 يوما. يبقى في 1290 يوم غير الزمان وزمنين ونصف زمان، ودول كلها أزمنة محسوبة ومعروفة، بس هل إحنا عارفينها بالتواريخ والأرقام؟ لا، مخفية الآن إلى وقت حدوث. طيب، حصل إن أنطيخوس أبيفانيوس لما دخل الهيكل أبطل المحرقة، وهيحصل في الزمان الأخير نتيجة دخول الوحش داخل الكنيسة هيبطل تقديم الذبايح لفتره من الزمان، ده بحسب تاملات الاباء، وان هيبقى في فتره الزمان ده هيبقى من الزمان الصعب جدا، اللي هو لان يدخل في هيكل الله. احنا دلوقتي هيكل الله اللي هو فين؟ اللي هو في القدس. لا، اصبح الهيكل اللي هو ايه؟ في وسط العالم كله، اللي هو كنيسه الله. فممكن يكون من الناس الدينيين اللي هم اللي هم ماسكين القيادات الدينية زي الذهب اللي هم موجودين، ودول هم اللي هيكونوا سبب ضلال لإيه؟ للشعب، وعشان كده هتبطل الذبيحة في ذلك الزمان. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوم. ده معاد تاني، يعني في وقت 1335 ده المعاد اللي اتكتب فيه، لان بعده ممكن يبقى فيه ذبايح مره تانية. طب نخلي بالنا ان فتره الدقيقه محدوده، لكن الابديه غير محدوده. فتره الزمان اللي فيه مشاكل واضطهاد وتعب ويمحص فيه الناس عشان يبيضون ويكونوا شبه من دعاهم في ودعته ولطفه ومحبته وفي عطائه، هو زمان محدود، ولكن أصبح الأبدية غير محدودة. وعشان كده بيقول لك طوبى لمن ينتظر. برضو خلي بالك
اما جه في سفر الرؤيا قال لك طوبى لمن عنده اقوال هذه، من يحفظها من يقراها. الله، ليه الكلام عمال يتكرر كده؟ هو عمال يكرر الكلام على مسامعنا عشان ايه؟ اللي مش فاهم يفهم، واللي واخداه الدنيا يرجع، واللي الشهوات مسيطرة عليه والأفكار تعباه يرجع يفكر في كلمة ربنا اللي بتحييه وتنجيه وتديله مكان بعد كده في السماء. طب واللي لسه مستصعب طريق ربنا، لا فكر مرة تانية بقى، لأن طريق ربنا أسهل بكتير من العناء والإصدراء الأبدي، من المعاناة اللي مش ممكن يكون بعدها معاناة، ومفيش أمل في أن الإنسان يرجع مرة تانية عشان يقدم توبة. وأما أنت، ده بيكلم مين؟ دانيال. الرؤية دي كانت آخر رؤية يراها دانيال، يقول له فاذهب إلى النهاية فتستريح، يعني خلاص أصبحت دي نهاية أيامك على الموجود إيه؟ على الأرض. بس بعد كده بقى وانت في تراب الأرض هتعمل إيه؟ هتقام وتقوم لقرعتك في النهاية الأيام. قرعتك يعني كل واحد أصبح ليه نصيب في النهاية، في واحد اختار نصيبه. يقول لك أما مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع، لن ينزع منه. يبقى في اختيار عندك، ما فيش إجبار عليك على حاجة. واحد اختار النصيب الصالح هيكون ليه مكانة حلوة في الأبدية، واحد اختار الحياة الزمنية واليومين الأرضيين هيقول له خلاص انت حبيت الأرض فهتدفن فين؟ في الأرض. وحتة اذهب إلى النهاية فتستريح، خلوا بالكوا احنا بنستخدمها بكذا لفظ، بنقول نياحا يعني ايه؟ راحة، وبنقول إلى مكان الراحة الأبدية. طب هل كل الناس هتستريح؟ لا، مش كل الناس هتستريح. مين اللي هيستريح؟ اللي تعب، اللي جاهد، اللي عاش في حياة حلوة ومقدسة، اللي حافظ على نفسه نقية داخل وصية ربنا، اللي بيض ثيابه في دم الخروف واهتم ان هو يتناول من القدسات القدسين وعاش في حياة طهارة ونقاوة أهلته لهذا المكان الأبدي اللي يستحق القدسين. طب واللي رد كثيرين يقول لك دول هيضيئوا زي الكواكب. طب والناس اللي فاهمين هيبقوا برضو منورين زي الجلد في ملكوت أبيه. ربنا يدلنا ان احنا في راحتنا تكون راحة أبدية. يعني مش بفاول عليكم، بس بقول لكم ان الواحد اما يدور على الراحة ما يبصش للراحة الزمنية، يبص للراحة الايه؟ الأبدية. كلمة الراحة الأبدية يعني النهاردة يقول لك ايه في سفر الرؤيا؟ يقول له كده كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد ان يموت، لاني لم اجد اعمالك كامله امام الله. يعني في واحد بسبب ان هو ريح نفسه وابتدى مش مهتم قوي ومش بيجري قوي ومش بيلحق يصلي قوي، وبعدين ربنا حنين والدنيا ساقعه، فخلاص يعني ايه لازمته الوقفه وايه لازمته النزول وايه لازمته؟ الله، خلي بالك هو ده الوقت ايه؟ مقصر والأيام شريرة، مفتدين الوقت. يبقى واحد عمال يفتدي الوقت عشان في الآخر يجد هذه الراحة. طيب أنا كلمة قلتها لكم كذا مرة وهكررها لكم تاني، واحد من الآباء القديسين يقول لك كده من يطلب الراحة في وقت التعب يتعب في وقت الراحة. يعني إيه بقى؟ يعني في واحد عايز يرتاح دلوقتي، وفي واحد اللي يقول لك لا انا هتعب دلوقتي عشان ارتاح ايه بعدين. يقول لك اجتهد في شبابك لتفرح في كبرك. طب واللي فرح نفسه في شبابه يجي بقى يقول لك بعد قبل ان تجيء ايام تقول ليس لي فيها سرور. تبص تلاقي فيه ايام حتى مش قادر كلمه ربنا تخش قلبك. ليه؟ قلبك انشغل وقلبك اتملى وحياتك اتزلت في الارض. فطوبى للإنسان اللي عاش حياته في طوبة ونقاوة، تبص تلاقي هذه هي الراحة، بس مش الراحة بس الوقتية، ده الراحة